السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم هاد البراسليات هادو. تيجيو زوينين وساهلين. مهم نقدروا نصاوبوهم حتى مع بنياتنا. ساهلين بزاف بزاف، ما كنحتاجوش لهم الابره، كيتصاوبوا غير بالاستيك وبالعقيق. منها اللي هو انها يصاوبوا شي حاجه لراسهم في هاد الايام ديال الحجر الصحي، يتلهوا شويه. صراحه كيجيو زوينين في اللبسه. انا غادي نلبس هذا، شوفوا هانتوما شفتوا، تيجي زوين في اليد، ما فيه لا سدادات لا حتى شي حاجه، غير بالاستيك وساهل في اللبسه. المهم غادي نبداو. كنحتاجوا العقيق، ومن الاحسن يكون العقيق كبير شويه وتكون عنده حتى العوينه كبيره. هانتوما شوفوا، عندي هنا العقيق في الصفر، وعندي هذا العقيق هذا شويه اوفال، ماشي ضروري، نقدروا نديروا اي عقيق. مهم اللون مغاير وشكل مغاير، من الاحسن يكون مستطيل ولا مربع، ولا راه دابا بزاف د العقيق موجود في السوق. وكنحتاجوا هاد العقيقات حتى هما صغار، هنايا كفواصل بحال هكا، وحتى هما راه العوينه ديالهم كبيره. المهم انا غادي ندير هاد الشيء هكا في الجنب. وكنحتاجوا الاستيك ومقص. المهم غادي نجيب الاستيك ديالي، غادي نقطع واحد المسافه واحد شويه وصافي. كنجيبو وكنديرو عفوا، كنحرقو شويه بالبريكه من هنا ومن هنا باش ما يتشنتفش. حنت هكا شوفوا، الا ما محروقش بالبريكه كيبقى كيتشنتف. هذا انا حرقته بالبريكه، هانتوما شوفوا ما كيتشنتفش، وكيجي الراس ديالو داير بحال راس الابره، كيجينا ساهل يدخل في الخيط في العقيق. انا غنقطع هادشي اللي نتفت، هانتوما شوفوا، غادي غير نحرك واحد شويه بالبريكه. ها هو صافي. وغادي نبدا، غادي نبدا بهذا العقيق الصغير. شات غادي نبدا بهذا العقيق اللي قلت لكم بحال الفواصل. غادي ندير عقيقه واحده، هذا العقيق هذا كنحتاج منه غير جوجات. غادي ندير عقيقه واحده وغادي نجيبها حتى للراس. هانتوما هذا الخيط بحال كندوبلو على جوج، بحال كيكون عندي زعما جوج د الخيوطه. كنشد هاد الخيوطه هنا بجوج، هاني هادي ها هي واصله للقاع، الخيوطه عندي غنخدم عليهم بجوج. غادي نجيب هاد العقيق اللي قلت لكم بحال اوفال، وغادي ندير الراس الجهه الصغيره هي التحتانيه. في كل خيط غادي نخشي عقيق بحال هكا، وغادي نجي وغادي نبدا نعمر العقيق الصفر. انا على حساب القياس ديديه والقياس العقيق احتاجيت ندخل في كل خيط 20 عقيقه. كندخل في كل جهه عقيقه، نقدروا نخدموا على خيط واحد حتى نكملوه ونخدموا الاخر، ولا نخدموا هكا. المهم انا جاني احسن باش نبقى متحكمه في الخيط، شاده في يديا باش ماي هكا، باش ما يفلتش ليا العقيق من الخيط. صافي، وكنبقى غنستمر حتى نعمر 20 عقيقه، ونرجع باش تشوفوا كيفاش غادي ندير
ندير الجهة الاخرى. حنت عندي هاد النجيمات هادو من جوي بجوج. هانتوما انا خدمت في كل خيط ولا جهة لاستيك خدمت فيها 10 العقيقات. دابا غادي نجيب عاود هاد العقيق الشيبي، وهاد المرة هاد الجهة العريضة هي اللي غادي تكون دايزة جهة العقيق. هانتوما غادي ندير وحدة هنا، وحدة هنا، وغادي نجيب هاد العقيقة اللي غادي بحال هنا، هي عندي هنا، غادي نديرها هنا هكا، وغادي نجيب هاد الخيط الاخر غادي نكروازيهم في هاد العقيقة. هانتوما غادي نجيبو وغادي نخشيه هكا، كروازيت هاد لاستيك في هاد العقيقة هادي. هانتوما شفتو كي كتولي دابا كروازيتهم، وغادي نجيب عاود هاد جوج عقيقات هادو. دابا عاود الجهة الرقيقة هي اللي غادي تكون جهة العقيقة الصغيرة. هانتوما غادي نخشي عقيقة أخرى، هانتوما شفتو هاهي النجيمة كنصاوبوها بهاد العقيق. داكشي علاش قلت لكم شيلو المغاير أولا هداك العقيق اللي بحال الرز العقيق الابيض. دابا غادي نعاود نعمر في كل جهه 10 ديال العقيقات صفرين، ونرجعوا كيفاش نصاوبوا النجمه الاخرى من هنا. المهم انا غادي نعمر في الخيوطه بجوج ونرجع باش تشوفوا كيفاش كيجي، كيفاش كنديروا النجمه في الاخر، وكيفاش كنعقدوا الخيط وندفنوه في الخدمه ديالنا باش ما يجيش باين. المهم 10 دقائق هانتوما صاوبتوا براسلي لبنياتكم ولا حتى ليكم، صراحه كيجيو زوينين في هاد خصوصا هكا هاد الالوان الصيفيه، هاد الصفر والوينات الوينات الصيف كيجيو زوينين. المهم انا غنكمل ونرجع معكم فاش نبغي نصاوب النجيمه هنايا. هانتوما هاني دابا غادي نجيب كملت الخدمه، غادي نجيب عاود هاد جوج عقيقات وغادي نخشيهم. وكما قلنا هاد الجهه العريضه هي اللي غادي تكون جهه العقيق الصفر، الجهه الاخرى. كاينين بزاف الاشكال ديال هاد البراسليات بلاستيك، الا بغيتو ان شاء الله نشاركهم معكم. دابا غادي نجي وغادي نكروازي الخيوطه ديالي في هاد العقيقه الاولى باش بدينا. هانتوما كنجيب هذا لهنا وغادي نخشيه هاد العقيقه، كنحاولوا نزيروا لاستيك باش يكون عندنا هكا لي سباس فين نخشيو. هانتوما وغادي نجيب الاستيك الاخر ونخشي من الجهه الاخرى. صافي وكنزير
كنصاوب العقيق ديالي يكون كله في اتجاه واحد، وكنزير شويه باش يجيوني البراسلي، يجيني البراسلي ديالي زوين. ها نتوما شفتوا راه كيديره. هكا دابا غادي نجي وغادي ندخل لاستيك في هاد العقيقه هادي، نطلعو للفوق ونجيب الجهه الاخرى حتى هي. بحال هكا وكنعقد لاستيك ديالي غير بحال هكا، كندورو على لاستيك وتنعقد باش هكا ملي كنطلقو تتغبر هذيك العقده في وسط الخدمه. غادي ندير جوج د العقدات باش ما تحلش. صافي، وغادي نجيب مقص وغادي نقطع. ويلا لاحظت راه الاكسسوارات اللي كنشريو ديال العقيق غالبا تتكون هاد العقده باينه، انا اختاريت نديرها هنايا. ها نتوما شوفوا فاش كنجروها كتغبر في وسط هذيك العقيقه الكبيره. غادي نجيب الجهه المواليه حتى هي نفس الطريقه. ها نتوما كنجيب غير هكا كندور الخيط او لاستيك ديالي هكا وكنجر وكنعقد. غادي ندير اخرى صافي وكنقطع. ما نقطعوش من القنت، نحاول شويه نفوتو العقده ونقطعو. وها هو البراسلي ديالنا موجود. صراحه كيجي زويون هاد هاد الوانجو مع بعضياتهم. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبارطاج الفيديو. وإلا عجبكم هاد الشكيلات وبغيتو نصور لكم المزيد من هاد الشكيلات خليوها لي في التعليقات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.